سلم صندوق تحيا مصر اليوم 48 سيارة نصف نقل للشباب المستفيدين من برنامج تمكين الشباب في محافظات الأقصر ودقهلية والشرقية والمنوفية وأسيوط ودمياط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ ومطروح وبني سويف والمنيا والفيوم. يأتي ذلك استكمالا لمشروعات صندوق تحيا مصر في مجال تمكين وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل والمساهمة في حل أزمة البطالة وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يهدف مشروع سيارات النقل والنقل المبرد إلى توفير 1500 فرصة عمل للشباب في 22 محافظة، مشيرا إلى أنه بتسليم هذه الدفعة الجديدة من السيارات يصبح إجمالي ما تم تسليمه للشباب 295 سيارة في 22 محافظة.